بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للسباب بمنك، فأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور أثرتي، فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وأثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، فكبروا تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، ما حاجة بي إليه عظيما، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن لعفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وسفرك عن ظلمي وسترك على كبير عملي وعلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي، أتمعني فيها أن أسألك ما لا أستوجب
الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا بجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه لك فإن أرتعني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي أرتعني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلما أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأبلغك وتتحبب إلي فأتبتغض إليك وتتردد إلي فلا أقبل منك مولاي تو منو میخونی من رو ما بر میگردونم تو با من دوستی میکنی اما من با تو دشمنی میکنم تو با من مهر میورزی من از تو قبول نمیکنم خدا کنلیت تتم و لغلم فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فرحم عبدك پس به بنده نادونت رحم کن خدا و جد علیه به فضل احسانک انک جواد کریم الحمدلله مالک الملک مجر الفلک مسخر الریاح خالق الاسباب دیان الدین رب العالمین الحمدلله علی علمه بعد علمه والحمدلله علی غفره بعد قدرته والحمدلله علی طول عناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الاسباب ذي الجلال والاكرام والفضل والانعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعدد قهر بعزة العزاء وتواضع لعظمة العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وناسي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هدية قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني
و بهجت مونقت قدرانی فاثنی علی آمدان و ذکرو و سبتها الحمدلله الذی لا یمتک الجاب و لا یغلق باب و لا یرد ساحل. شکر خدایی رو که گدا رو از در خونش رد نمی کنه، در خونش هیچ وقت بسته نمیشه. ولای خیم و عاملو آرزومندی رو ناامید نمی کنه. الحمدلله الذی یؤمن الخائفین و ینجی الصالحین و یرفع المستضعفین و یدع المستکبرین و یهلک ملوکا و یستخلف آخرین. و الحمد لله قاسم الجباری مبیر الظالمین مدرک الهاربین نکال الظالمین صریخ المستصرخی موضع آجات طالبین معتمد المؤمنین. الحمد لله الذی من خشیته ترعد السماء و سکانها و ترجف الارض و امارا و تموج البحار و من یسبح فی غمراتها. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذی یخلق و لم یخلق و یرزق و لا یرزق و یطعم و لا یطعم و یمیت الاحیا و یحیی الموتا و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر. اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک و امینک و صفیک و حبیبک و خیرتک من خلقه و حافظ سرک و مبلغ رسالاتک افضل و احسن و اجمل و اکمل و اذکار و انما و اطیب و اطهر و اسنا و اکثر ما سلیت و بارکت و ترحمت و تهنت و سلمت علی احد من عبادک و انبیائک و رسلک و صفوتک و اهل الکرام و اهل الکرامت علمک ان خلقک. اللهم صل على علي امير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك واخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. وصلى على السبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي
وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف الهاد المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائما. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمد والعدل المنتظر وهفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبلك. مكن له دينه الذي ارتزيته له. أبدله من بعد خوفه أمنا. يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الأرض مخافة أحد من الخير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بالإسلام وأهلا وتذل بالنفاق وأهلا وتجعلنا فيها من الدعوة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فأمنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعفنا واشعب به صدعنا وارتب به فتقنا وكفر به قلتنا وعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واغذ به مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به أسرنا وبيد به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجه به تلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعتنا به فوق رغبتنا. يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على أدبك وأدبنا إلى الحق. آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا
صلواتك علیه واله و غیبت علینا و کثرت عدونا و قلت عددنا و شدت الفتن بنا و تدار الزمان علینا فصل على محمد و آله و انا على ذلك بفتح منك تعجل و بذر تكشف و نصر تعز و سلطان حق تظهر و رحمة منك تجلل نا و عافية منك تلبسنا برحمتك يا ارحم الراحمين.